هي السيشن على باس سيتي كانت اسمها يو اي يو اكس ديزاين ويذن سوفت وير تيستينج، مي مش نعملوا معناتها الاكثريه باش نركزوا على اليوزر سوفت وير تيستينج في السيشن هذه، وان شاء الله المره الجايه معناتها لو سوجي اون برون لو سوجي دو يو اي يو اكس ديزاين. سو Okay, so let's get started and let's build some awesome products. مرحبا بكم مرة أخرى. أنا يوسف ترابلسي، software quality assurance consultant في سوبرا HR software, Google developers group leader and manager, and content creator and social media activist على social media platforms على Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. نجم تلقاو الaccounts متاعي. To present معناتها GDG Google Developers Group اللي هو سيتو كوميونيتي دي ديفلوبر و الناس الكل اللي انتريسي بالتكنولوجي في بصفة عامة في تونس الكل، وبالتحديد معناتها الجروب نتاعنا يهم ولاية بنزرت. سو اللي انتريسي بتسكي تكنولوجي والناس اللي مغرومة بالتكنولوجيا وتحب تقدم في الكارير نتاعها دونك تنجم تكونتاكتينا وتجوينينا ومرحبا بكم. Okay, so we'll focus على software testing part. Okay, software testing and quality assurance. So نحب just معناتها نرجع الحاجة صغيرة. It's all about the SDLC, software development lifecycle. في أي products نحبوا نصنعوا معناتها لوجيسيال وان ابليكاسيون ويب ولا ابليكاسيون موبيل ولا اللي هو، فما سكون ابيل السوفتوير ديفلوبمنت لايف سايكل كيما اي معناتها برودكت في الدنيا باش نوصلوا معناتها نخرجوا ان فيرسيون فينال نتاعو نتعديو برشا مراحل من ديفاينينغ معناتها لليوز كيسز لل دونك للديسكفري للبلانينغ للديزاين اللي هي الديزاين هنا نقصدو از اركيتكتشر للديفلوبمنت يعني الكودينغ من بعد التستينغ ومن بعد ديبلويمنت. لي دو جراف هذوما اللي هما معناتها يبريزونتيو شنو هما معناتها لي دو تيب نتاع البروجكت مانجمنت في الدومين تاع السوفتوير ديفلوبمنت. فما الميثود الواترفول اللي هي معناتها الميثود القديمه والميثود اجيل اللي توا معناتها ما مطلوبه برشا في المارشي والناس الكل معناتها ولات اورينتي ليها. فوالا دونك التستينغ هو معناتها سيتون ايتاب من ليزيتاب اللي نعملوهم في السوفتوير ديفلوبمنت لايف سايكل. وات از دونك سو سوفتوير تستينغ؟ اتس بيسيكلي it's the process of evaluating and verifying that the software product or application does what is supposed to do. اش معناتها؟ معناتها انا كي نعمل software testing باش نثبت في حاجتين. فما البارتي validation اللي هي باش نثبت اسكو الابليكيشن نتاعي تمشي والا لا، اسكو معناتها معاش انا باش ندخل بار اكزومبل فيسبوك اسكو فيسبوك لوسكو معناتها جو كونيكت يكونيكتي ولا ما يكونيكتيش، هذا ايش معناتها الفيريفيكيشن. والفاليديشن انه لا رخص كان باش نكونيكتي بالكونت نتاعي لازم يجيب لي الكونت نتاعي. سو هذه الايديا نتاع الديفاي تو معناتها كونسبت نتاع التستينغ اللي هما الفاليديشن والفيريفيكيشن. فما تيرم واحد اخر اسمه الكواليتي اشورنس اللي هو it's the process which is assures that all software engineering process methods activities and works items are monitored and comply against the defined standards. لهنا نحكيو على bigger process for software engineering اللي هو معناتها si vous voulez pour garantir معناتها l'amélioration de la qualité du produit نتاعنا انه نستعملوا معناتها الكواليتي اشورنس to be معناتها aligned with the standards نتاع software engineering. Voilà example of software software testing. نجم نقسمو على plusieurs catégories. فما كل تقسيم على حسب الميتيه نتاع البيرسون اللي باش تعملها ولا على حسب السكوب
يعني شنو هي نحبوا نتستيو وفما شكون واسكو معناتها نحكيوا لهنا على اوتوميتد ولا مانيوال تيستينغ. اوتوميتد معناتها خلينا نصير نقولوا مانيوال التست مانيوال اللي هو لو فات انو نجيبو ان اترومان هو كيفا تيستي كيفا تيستي معناتها الابليكاسيون تاعي تمشي ولا ما تمشيش. والمانيوال والاوتوماتيك اللي هو نستعملو ان روبو. الغوبو سيتا بلوتو سيتا لوجيسيال كوم لانتيغ معناتها او نيفو مع لابليكاسيون تاعنا افيك دي كوموند نكتبو نحنا دي كوموند هو يلفا ليكزيكوتي على الابليكيشن نتاعي ونشوف اسكو الريزلتس نتاعي صح ولا لا. ب الفانكشنال تيستينغ فوكس اون بزنس ريكويرمنتس يعني يركز على البيزنس ريكويرمنتس. سافو دير البيزنس ريكويرمنت اللي هما لي فانكشناليتي نتاع الابليكيشن نتاعي اللي انا نحب نعملها. مثلا سواديزون نحكيو على ابليكاسيون كيما لتساي معشان يوتيوب باش نثبت مثلا اسكو الابلود نتاع الفيديوز يمشي ولا ما يمشيش, باش نثبت اسكو الكومنتس يمشي ما يمشيش, باش نثبت اسكو الاوثنتيفيكيشن تمشي ولا ما تمشيش, اسكو اللايك نكليك على لايك اسكو تمشي ولا ما تمشيش, اسكو حط لايك على فيديو متاعي انا ما يمشيش لايك على فيديو واحد اخر. دونك هذايا اش معناتها فانكشنال تيستينغ اللي هو باش نثبتوا اسكو معناتها الديفلوبد برودكت نتاعنا اسكو يمشي ولا ما يمشيش ولا. And can be on multiple devices. بالطبيعة سورتو معناتها من ابارتير من 2010 ولينا نحكيو على معناتها multiple devices can communicate and use the internet. So جات الايديا نتاع انه معناتها we use our phones and our tablets to test the products اللي نحنا نخدمو فيها. باه فما ذوما تسكي فانكشنال تيستينغ. فما حاجات فما انواع فما نون فانكشنال تيستينغ اللي هو يدخل فيهم الاي بي اي تيستينغ سيكوريتي تيستينغ يوزابيليتي تيستينغ والاي بي تيستينغ. نفسروهم بالواحد بالواحد. بالنسبه للاي بي اي تيستينغ, الاي بي اي هي اختصار كلمه ابلكيشن بروجرامينغ انترفيس. معناتها انا اي ابلكيشن في الدنيا هذه اللي معناتها كومبوزي بار بليزيور كوش. كنقولوا كوش سافو دير معش انا كيما مثلا دار عندك الداله وعندك الحيوت وعندك معش انا شبابك وعن انسي دو سويت. دونك برمي الحاجات اللي تكون منهم اي ابلكاسيون هي لابي. هذه شنو هي الفانكشناليتي نتاعها دو باز اللي هي تجيب الداتا من الداتابيز للفرونت معناتها للبارتي اللي يشوفها ليتيزاتور ولا العكس تهز تنسيري من معناتها من الفورم اللي باش عمرها ليتيزاتور للداتابيز. سو في الاي بي اي تيستينغ نحن باش نجربوا اسكو فيا معناتها تولز لايك بوستمان ولا سوب يو اي ولا اللي هو باش نجربوا اسكو الاي بي اي نتاع الاي بي اي نتاعي تمشي ولا لا, قداش يعني في قداش جي بون في قداش جي وبتس بيرفورمانس لايك از اي منشن ات ايرلير اند اسكو تنسيري في البوست هاو اسكو تنسيري ainsi de suite. Mais security testing fama معناتها a lot of attacks يعملوهم الهاكرز باش to gain access معناتها to gain illegal access للابليكيشن تاعنا. تسمع برشا بالبيراتاج وبيراتاو السيت هذاك وخرج منه دي خرجوا منه معناتها دي كونت ودي باس وانسي دو سويت. سو فما معناتها بيسكلي فما بلوزيور اتاكس يعملوهم الهاكرز لايك الاس كيو ال انجكشن والاكس اس اس اتاك والدينايل اوف سيرفيس انسي دو سويت. سو نحن لهنا الايديا نتاعنا باش نشوفوا معناتها الفايل اللي فاي يذوكم في الابليكيشن نتاعي اسكو يل اكزيست ولا لا, و سي يل اكزيست ندوا لو رابورتي معناتها للكيب نتاع تيستينغ تو كوريكت ذيم. اليوزابيليتي تيستينغ اتس فوكسينغ اون الفاينل كاستمر ولا الفاينل يوزر نتاع الابليكيشن اسكو لي كابابل باش يستعمل الابليكيشن هذه ولا لا. خاطر فور اكزامبل انا صنعت ابلكيشن للعباد اللي بار اكزامبل للكيدز وركحت سي بون جوي به وفي بالي بروحي معناتها ام ذا سوبر هيرو, مي انا كي صنعتها معناتها ان مايند اللي هي تمشي مريقلة, مي انا كي نعطيها الكيد باش يجربها اسكو باش تمشي ولا لا. لهنا لازمنا معناتها نحطو في يعني في السيناريو كما قلنا في الحقيقه ونشوفوا اسكو معناتها لي زيبوتيز اللي حطيتهم انا صحاح ولا غلطي.
فور اكزامبل ما عادش انا تفرج الكبير مثلا ما ينجمش يستعمل مثلا ابلكيشن فيها برشا باتنز وبرشا معناتها سكرينز وبرشا معناتها كولرز لازم حاجه معناتها سامبل معناتها سامبليفي لي هو به فور اكزامبل فوالا به. واخر واحد اللي هو الاي بي تيستينج. الاي بي تيستينج لايك اني انا نجيب مثلا عندي نيو كونسبت نحب ننتجريه في الابلكيشن نحب نعرف اسكو ننتجريه بالفاصون الاولى ولا بالفاصون الثانيه سونجي شنو نعمل نقسم اليوزرز نتاعي اللي انا نستعمله في الابلكيشن نقول لهم اسمعوا جربوا الجروب اي نعطيه يجرب الفيتشر بالفاصون معناتها بيان ديتيرميني والجروب الثاني الجروب بي نعطيه معناتها الفيرجن 2 من الابلكيشن ونشوف شنو عطى الفيدباك نتاعهم الزوز ومن بعد اي ديسايد معناتها ابارتير من شنية معناتها انا جاني از ريزلتس به. اخر زوز انواع اللي هما البرفورمانس تيستينج. في البرفورمانس تيستينج اللي هو اللود تيست والستريس تيست. اللود تيست سافو دير باش نحط الابليكاسيون تاعي في كونديسيون نومينال يعني انا مثلا الابليكاسيون سوا ديزون في العاده ديما يدخل لي معاش يعني في ندخل لي مثلا 2000 كليون للابليكيشن تاعي نمشي انا نحط 2000 يوزر ونشوف شنو يصير ب ستريس تيست اللي هو اني انا باش نشوف تو بوش معناتها الابليكيشن تاعي نشوف هل وين نجم تستحمل از معناتها الريكويست از بيرفورمانس معناتها انا في الـ يعني اوتخمون هنا باش نعمل ستريس على الابليكيشن باش نشوفها في الكونديشن نتاع معناتها انه هي كي تعود يعني في سوبريسيون الابليكيشن تاعي شنو هي البرفورمانس نتاعها اسكو تخرج دي بوغ واسكو تبيح ولا لا فوالا سو بيسكلي فما حاجه فما تايبس اذر تايبس اوف سوفتوير تيستينغ بيان سور مي بيسكلي معناتها هذوما الجنرال معناتها اكتيفيتي اوف تيستينغ فوالا and voilà donc any questions شباب okay so let's continue and كنا نحن too much pages ولا في okay I don't want to read and B the process of software testing so كما شفنا من الاول ديجا معناتها السوفتوير انجينيرينغ في حد ذاته ديجا معناتها فيه a lot of steps شو معناتها define معناتها من discovery حتى actual maintenance ديجا testing في حد ذاته معناتها فيه others معناتها some sub tasks to do باش في الاخر الواحد يوصل معناتها to make معناتها good quality assurance ولا to assure معناتها البرودكت نتاعه delivered with good quality. So اول حاجة باش نعملوها في الكنجي ونحنا بعد ما جينا الابليكي ولا encore à mesure الابليكيشن نتاع قاعده under development فما testing team ديجا تحضر معناتها سكون ابل تيست استراتيجي اللي هي عباره انا شنو باش نتستي وكيفاش باش نتستي وشنو هما لي ريسورس باش نعملهم باش نتستي بهم وقداش باش نتستي به ان فوا معناتها جي ديفيني معناتها استراتيجي نتاعي باغ اكزامبل انا باش نتستي على البراوزر عشان باش نتستي على الكروم سون تستي على الفايرفوكس على الفايرفوكس وباش نتستي مثلا على ايفون ديفايس ايفون باغ اكزامبل نتعدى للستيب الثاني اللي هي التست ديزاين اند بلانينغ فور اكزامبل هنا باش نجي نقول مثلا انا باش نشوف لوثنتيفيكاسيون تاعي فما شكون يكونيكتي بالتليفون فما شكون يستعمل معناتها الموبايل فون نمبر نتاعو باش يكونيكتي فما شكون يستعمل الايميل فما شكون يستعمل لينكد بروفايل مثلا نتاع فيسبوك ولا نتاع انستغرام وباش نشوف في هذوما كل الكيسز معناتها هذوما كل شنو هما معناتها السيناريوز اللي نجموا يصيروا بار اكزامبل اللي نجم واحد مثلا يدخل نمبر تليفون موجود ديجا يلزمني معناتها نحط في as expected result نقول راهو في الوقت اللي يستعمل اليوزر يستعمل نمبر موجود يلزمني نقول دان فيشي ميساج ديغور اللي راهو نمبر هذا مسجل فور اكزامبل جي واحد باش يستعمل ايميل مثلا فور اكزامبل عشان باش يدخل الايميل وما يحطش معناتها الايميل بصحيح شنو الميساج ديغور اللي يجي يخرج
ainsi de suite. So there is l'étape c'est mon test design. De telle façon, انا je vais معناتها définir les étapes اللي باش نستعمل باش نعملها انا في وانا نتستي في الابليكيشن نتاعي. والبلانينج اللي هو تو سامبلومون معناتها وقتاش انا باش نيكزيكيتي كل سيناريو وافيك كيل اباري وفي انا وقت بالضبط. باه فوالا بعد ما نركح الديزاين نتاعي تاع تيست ونبدا ونبدا معناتها ونعمل له البلانينج نتاعو دونك نمشي نيكزيكوتي على حسب الريسورسز اللي عندي وعلى حسب الديليفري وعلى حسب معناتها على حسب معناتها البادجت اللي انا عندي. فور اكزامبل ما نجيش انا نقول انا باش نتستي على الديفايسز الكل نتاع الاندرويد ماركت وانا مثلا عندي زوز عباد معناتها باش نجيب انا نتستي على سامسونج وعلى ال جي وعلى هواوي وسي دو سبيد. سو يلزمني نحط وي كيب ان مايند معناتها البادجت اللي هو اي ريسورس مستحقها اكيد معناتها عندها كوست باش كوست نتاعها. سو اتس فيري امبورطانت معناتها تو لوك اون ذا بادجت معناتها ونشوفوا اسكو البادجت نتاعي يكفي اللي الكافي معناتها التست استراتيجي اللي انا حطيتها ولا اند فاينلي تيست ريبورتينغ وقت اللي انا نلقى ان بوغ ولا ما كومبورتمون نمشي معناتها جو في لي ديكلاري سور معناتها دي سوا تستعملوا معناتها بالميثود القديمه كوم تستعمل دي فيشي وورد ولا اكسل ولا اللي هو والا تستعمل ديديكيتد تول لايك جيرا والا عشان يو تراك والا اللي هو فوالا. سو هذه هي البروسيس اوف سوفت وير تيستينج اند به طبعا نحب just to show you quick demo and on سوفت وير تيستينج على موبايل ديفايسز. به just opening browser stack فما it's great tool هذايا اسمه browser stack يمكنني باش انا معناتها نجم نتستي الاب نتاعي والا الويب سايت نتاعي على multiple devices. هو صحيح بريميوم معناتها ماهوش بلاش مي معناتها اذا كانكم students you can معناتها manage to get one year license for free. طبعا بعد نبارتاجي معكم كيفاش نجمو تعملوا هالبازا هذه في تو سامبلومون اترافير الجيت هاب ستودنت باك. جاست ام اوف اوبننج براوزر ستاك سو ليتس جيت ستارتد. به لهنا الانترفيس هذا نتاع براوزر ستاك يعطيني المالتيبل بلاتفورمز تو تيست like Android, Windows, Mac, etc. And iOS, iPad, الكل حاسيلو. So, voilà, donc نختار أنا حسب الاستراتيجي متاعي اللي أنا حبيت نتستي بها, نختار الديفايس اللي باش نتستي عليه. So, بعد, to simplement, I start testing as simple as that. For example, let's say نحب نتستي عشان تويتر على الايفون 8. So just click on iPhone 8. There it's real device, Roma Hosh emulator. Nabi ma'anatha real performance برسمي. Voilà, donc I have a lot of options to ma'anatha to see ma'anatha basha haj. For example, lahne عندي ability to zoom. حب نزومي ma'anatha باش نشوف الكواليتي مثلا of this logo ولا حلو لهنا عشان تويتر فور اكزامبل. ولا الحاجه الباهيه زيدة فيه اني يو كان يوز يور ماوس اند كيبورد معناتها تو مانيبيوليت الانترفيس نتاعو. فور اكزامبل هنا انا نحب اي وان زوم فور اكزامبل بشوف الكواليتي اوف ريندرينغ نتاع التكست نتاع الواحد. اوكي ميكل جو باهي معناتها كلير باه. سو لهنا عندي الديف تولز كيما مش في الجوجل كروم مثلا هنا نكليكي على مين نمشي اسبكت كيف نجم معناتها اكسس تو معناتها الديفلوبر تولز نتاع البراوزر ذي اللي قاعد it's gonna help me معناتها to get some to do معناتها some inspection ولا اللي هو ولا نحل الكونسول نتاعي ونشوف settings. لهنا عندي مثلاً to force the layout متاع الكيبورد for example لأن نجي نقوله مثلاً I wanna use let's say Turkish keyboard it's gonna relaunch the device متاعي just for example I'm using that and I just thanks
For example, I'm using ولا نورمال ماش نلقى كاللي الاو هذيك نتاع التركش لانجويج وكل به به لهنا زاد عنده ال اوكي لهنا عندنا الروتيت حاب نستعمل تليفوني في مود لاندسكيب ولا اند زاد كيف كيف نرجع معناتها بورتري لهنا تشينج لوكيشن just تعطى to force the IP مثلا حبينا نشوف مثلا let's say عندي الابليكيشن بتاعي نحبها تمشي كان في بلاد معينة وانا معناتها ما عنديش access معناتها from that country so نجم لهنا نجي معناتها ال change location ونحط معناتها ال IP بتاعي والا نحط ال let's say معناتها ان نحب نفورسي معناتها I'm using Twitter from from China for example yes نورمال ما يمشي خاطر تويتر اتس ريستريكتد ان تشاينا على حسب ما نعرف كان اف ذا يوزن في بي ان هذيك حاجه اخرى نصور ان ذا يوزن في بي ان anyway so ما يتحلش على خاطرني فروم تشاينا و تشاينا اتس بلوكت معناتها التويتر so it's not gonna work okay نحي ال IP restriction and let's continue okay so network throttle network حب انا for example عندي application نعرف users متاعي عندهم low network for example انا في تونس for example حب نشوف ال behavior متاع ال application متاعي في 3G network for example est-ce que tu l'as diffusé est-ce que me dit est-ce que fait ma some format sending issue نجي هنا نحط 3G network voilà so it's really apply معناتها النيتورك هذيك اليوزد لهنا voilà نجم نعمل step session معناتها to step the session ونستعمل another device كيف كيف as an android ولا mac ولا اللي هو voilà So هذي browser stack بيش and let's see what else we have so هذي ما نرجع بعد شوي I'm just see looking for another document to show you معناتها ال I don't know if I upload it on SlideShare or not yet okay just I'm remembering it's on LinkedIn شباب feel free to ask me anything. Very well. Okay, just I'm facing some internet issues. I don't know why. ولا PC هو ال performance متاعه هو اللي رزين شوي. Okay, just I'm looking for the document.
I guess it's on Instagram. شوف على Instagram في بالي. I posted as pictures for Instagram. Okay. هذا نوع لينكدين مش فيه محرش تحل حتى كان ذا كيف كيف this stupid internet connection I'm just okay that's nice ب I'm just would like to share the top software testing tools used in the market Let's get started. For the issue tracking, معناتها عندك ينلقى عندي مشكلة في الابليكيشن بتاعي كيك سواء bug ولا performance issue ولا اللي هو I can use JIRA ولا U-Track. It's just to look, have a look. هذه JIRA. It's basically معناتها tool used to معناتها define defects. انه نطلع عليه الانومالي ونتبع به معناتها we can track معناتها progress متاع correction of tickets وشوف if we can معناتها interact with developers and other the full team so I'm sorry for the internet ولا في performance so just I'm waiting for the page to load and voila it's U-Track from the JetBrains company it's the same idea معناتها تحلو ديباغ وكل شيء بي التست اوتوميشن لايك ذو معناتها ليدر تول في المارشي اللي هو سيلينيوم it's a suite of open source tools mainly to test a web application it works as an API for both the browser automation yeah it's just the famous Selenium تو سامبلومون معناتها البيزك ايديا نتاعو اللي هو ال ويل سيند سام كومنتس للبراوزر والبراوزر هذاك فور اكزامبل حاب انا نكتب كومنت لهنا في الكومنت في الشون هذايا جاست معناتها نمشي انا نقول اي جيف معناتها الاي دي ولا الاي دي ولا let's say الإكسباث ولا whatever معناتها السيلكتر اللي باش تستعمله and هو باش يعمل لك الأكشنز اللي أنت طلبتهم منه هذا Selenium you can search for it بي performance tools فما برشا tools like the leader it's Apache Jmeter and load runner فما rational performance tester by IBM فما load ninja برشا تولز حصيلو Jmeter open source and free you can use it you can start with it guys if you like we just Apache Jmeter معناها هو هي application ولا معناها سيت ويب احنا ندخلو لا it's a tool معناتها سيت ان application
تعملك ريكوردينغ للسيناريوز اللي انت تحب تشوف البرفورمانس نتاعهم وتعطيها قداش من يوزر جروب معناتها قداش تحب من يوتيليزاتور يدخل وهذا اسمه معناتها ماهوش يلانسينك 50 انترفاس بيان سور جاست باش يعمل كيما نقولوا نحن سيميليشن لل HTTP ريكويست والريكويست الكل يشوف معناتها از ريكويست شنو هي قاعدي وتشوف معناتها الابلكيشن شنو هي اللي تنتاح به فما responsive and UI test كما كنا شفته بكري في browser stack فما other tools كما test sigma و lambda test بي. just for معناتها responsive mess و كالجوة ذيك الكل ولا به اوبس تعدى البوست الاخر به stupid به static code analysis عنا الفاموس انا sonar cube به كنقولوا ستاك كود اناليسيس معناتها نحكيوا لهنا على اوتوماتيك كود ريفيو يعني السونار كيوب شنيه مثلا الخدمه نتاعو اللي هو يقرا لك الكود نتاعو كاسكولي معناتها سولينورم اسكو يستعمل معناتها في لي بون براتيك في النوميناسيون تاع لي فاريابل والوحدات والميثود والكلاس انسي دو سويت وي سيبورتي برشا لونجاجيت يعني انستيد تو ريفيو معناتها مانيولي الكود نتاعك هو معناتها يعطيك راز ريبورت كويك ريبورت معناتها شنو المشاكل اللي نجم يصير في الكود كان عندك مثلا SQL injection ولا حاجه يطلع لك تو سامبلومون فما ريت شاربر زاد نتاع جيت برينز وفما ريت شيفت كيف معناتها ديز الترناتيف للوحده دواء بي اي بي اي تيستينغ كيما حكينا قبيلي فما بوست مان فما سوب يو اي فما رابيد اي بي اي سو تو تيست معناتها يور اي بي ايز اف ذي ورك اور نو and vulnerability checking بون فما كالي لينكس هذاك سمعتها هيوج بروجرام فما الباك بوكس فما انذر تول اسمه زاب زاد از فيري انتريستينغ لازم تعملوا عليه طلع كان تحبوا اتس اوبن سورس زاد وهو معناتها بيلدد باي الاوس سي بي فاونديشن سو زاب But you can check معناتها for SQL injection, for XSS attacks, and see the suite. B, test management, to scheme معناتها planning, good design, و execution reports, وكل شيء. Donc, on est des barches. Voilà, donc test trails, donc from a test monitor, from a mic, HPLM, etc. حصلوا برشا tools for testing management. And that's it for the tools. Just the last thing to talk about. Skills required to start your testing software testing engineer career. I'm working as a software testing engineer. But trust me, it's a job معناتها اللي تحب profile معناتها نتاع واحد let's say think definitely بالرسمي خاطر مش كيما developer mindset نتاعو هو to build stuff التستر you break the stuff معناتها it's kind of like انك مش تحس certain time مش تحس روحك هاكر اوكي تحس روحك عندك القوة باش انك معناتها you see to break the stuff اما معناتها for the good معناتها ماكش تستعملها as يعني حاجه خايبه بالعكس انت لهنا يو ار امبروفينغ الكواليتي نتاع البرودكت اللي انت تبني فيه بي ليتس جيت ستارتد بي اول سكيل تستحقها ان هي اللوجيكال ثينكينغ والراشنال اناليسيس لما انت تلقى مثلا مشكله في الابلكيشن مش ديريكت ما تمشي تحل انت كي نو لازم تعرف اللي بيكشي عندك مشكله في اليوزر في الداتا اللي استعملتها في الابلكيشن بيكشي عندك مشكله نتاع فما معناتها الكومبوزوم الابلكيشن نتاعك ماهوش قاعد يمشي سو اتس بيسكلي معناتها يو هاف تو معناتها باش تعمل انفستيجيت before معناتها creating issues on معناتها reporting issues platform هذه الشنية الايديا بيه لازمك سيدة تعرف software development life cycle كيفاش تبدأ يعود واضح في مخك باش تعرف في كل فيز شنية الحاجات اللي لازم معناتها to test وديما يقولك test earlier معناتها it's better خاطر قد ما تستي على بكري قد ما معناتها الكوست متاع المانتنس مش يكون أقل
اوبس اي دون نو الانستغرام معلش عامل الفلاش هذاك يمشي للبوست اللي بعد لازم برشا بو مش برشا معناتها اسي دو كونيسونس في الويب تكنولوجيز في البروتوكولز في الاوثنتيكيشن ميثود داك بالجوتون وكل حاجه هذوك الكل كلاينت سيرفر كوميونيكيشنز الكودز هذوك مع 400 404 502 302 وهذوك الكل لازم تعرفهم باش معناتها كي تعطيك ريزالت 302 تعرف تبدا هكا تعرف اللي فما مشكلة بتاع دي ديركشن مثلا 404 تعرف فما معناتها فايل ماهوش موجود على السيرفر اللوكال ستورج البروزر بي اي معناتها بتستعملها مع سيلينيوم فك الكوكيز السيشن السيستمز مانجمنت الكوكيز مانجمنت اكسترا لازم تعرف زاد اليوزر اكسبيرينس how to matter to define a good user experience how to deliver a good user experience الاي بي معناتها اليوزر اكسبيرينس كمعناتها كبارتي تيوريك لازم تكون عندك عليها فكره كيفاش الباتنز كيفاش البوزيشنينغ نتاع الاليمنتس الاكسسبيليتي ان سي دو سويت مي بروجكت مانجمنت كما حكينا في قبيلي في تيست ديزاين مثلا انا عندي في الليكيب نتاعي 3 من الناس وانا نطلب منهم معناتها في تيستيو اللي معناتها معناتها huge amount of scenarios with the huge معناتها 4 ولا 6 browsers ولا على 3 platforms زقانا معناتها be very معناتها cost high cost so معناتها من المستحسن ان واحد يكون عنده management project skills معناتها to define الاحسن يعني معناتها to optimize the cost متاع ال software testing process بي لازم تعرف ال types of attacks اللي هم SQL injection, XSS attacks, CRCF tokens, broken authentication, redirect unvalidated, unsecure cryptographic storage, etc. And finally, bon, مش finally, data. Oui, تفضل. أي تفضل. في ال security. ما فهمتهاش وما فهمتش الفاز اوكي باهي جاست هذوما تايب اوف اتاكس هذوما تايبس اوف اتاكس يستعملوهم الهاكرز تو جين اكسس باهي الانفاليديتد هذايا ريديريكت معناتها ان جي مثلا انجكت معشان ليتس سي انجكتي مثلا كود مثلا في الاوثنتيكيشن بيج نتاع الانستغرام نجي انا مثلا ننجكتي مثلا كود يمشي معناتها تو سكيب الاوثنتيكيشن تو فاكتور اوثنتيكيشن فهمتني مثلا هو عشان ليتس سي في الاوثنتيكيشن يستعمل مثلا انستغرام سلاش بار اكزامبل او مثلا تو فاكتور اوثنتيكيشن سلاش مثلا ستيب 1 فهمتني step 1 معشان let's say it's equal okay فهمت جي انت تقول okay step 1 so let's معناتها increment this تلقى روحك تعديت لستيب 2 سي بون معناتها تعديتها الستيب معناتها نتاع فهمت هذا شنو الانفاليد ريديريكت معناتها تلقى روحك تفرسي في الريديركشن نتاع البروزر فهمت with معناتها illegal for ب CRCF tokens ذاك كي تعمل authentication كي تعمل sending الفورم ويجي هو يخولك معناتها التوكن هذاك ويعاود معناتها يعمل له ريوز باش يعاود يبعث الفورم مرة أخرى you can معناتها search for it CRCF tokens ذاك advanced شوية معناتها تكنيك هو و فوالا به بالنسبه للتالي لينكس معناها لا مش بالضروره تخدم فما معناتها الانالايز نتاعهم شو هو كالي لينكس سيتاوتي اللي معناتها كابل اوف بروجيكتس فهمت برمي معناتها الحاجات فما معناتها تولز تو انالايز معناتها السي ار سي اف توكنز والاتاكس هذوما كل ما تنجم تستعمل اذر تولز لايك كيما زاب مثلا فما معناتها تولز وحده اخرين معناتها مش بالضروره تستعمل معناتها او اس كامل باش جاست تو فاليديت معناتها عشان اس كيو ال انجكشن ولا اكس اس اس اتاك معناتها يو كان هاف يور اون تولز سكواد فهمت
فوالا مثلا فما زاف هذايا اخ صغير وتحفون معناتها تو تيست معناتها الفينابيلتي هذوك. فما برشا تولز معناتها في المارشي مي كولا كال يونيكس اتس هيوج بروجيكت معناتها يستعملوا نتورك في النتورك اناليسيس في السيلولر نتورك معناتها حاجه معناتها كبيره على الاخر فهمت. Voilà. بي داتابيز ديزاين اند ترابل شوتينغ معناتها انت از تيستر لازم تعرف معناتها الستراكشر معناتها نتاع الداتابيز كيفاش تيبلز معناتها الكيز ما بينات الداتابيز اكسترا اكسترا باش كي يجيك ايرور معناتها اس كيو ال ايرور تعرف مثلا انت المشكله هذيك منين جايه ومعناتها يو جيف رايت معناتها باث للديفلوبر باش هو يكون معناتها باش تكون معناتها تكوريكت ذا بروبلم ومعناتها وتتصلح المشكله هذيك. باهي الاخر حاجه اللي هي تاسكس اوتوميشن اللي هو كنا نحكيه قبيله على سيلينيوم والويب تولز هذوكم. باهي جاست غانا سيرش فور سيلينيوم فريم ورك. Selenium is a project مكون من معناتها 3 basic 3 parts اللي هو فما Selenium framework فما Selenium IDE وفما سما Selenium IDE اللي هو انا كنت معناتها just to record the actions اللي تحب تعملهم وهو معناتها it's gonna معناتها replay الحاجات اللي انت عملتها. فما Selenium web driver اللي هو معناتها to simplement الفريم ورك اللي انت معناتها تستعمله تو كوميونيكيت وذ البراوزر باش تونجكت معناتها الستيبس اللي انت تحب تعملهم باش النافيجاتور يمشي يعملهم بعد تشوف هذا اللي هنا السينيليوم جريد. اذا انت تعمل معناتها تحب تعمل سكيلابل معناتها مثل سكيلابل تيست مثلا تحب تستي على بليزيوغ معناتها فيرتشوال ماشينز وتعمل كما قلنا نحن الماشينز هذوكم تنسلي فيهم بليزيوغ نافيغاتور سو يو ويل يوز سيلينيوم جريد. اوكي اتس فيري انتريستينغ مطلوب برشا في المارشي سيلينيوم كيك سوا معناتها في تونس ولا لبرا هاف اللوك بالرسمي حتى في الداتا جاذرينغ معناتها مش لازم تستعملوه في التست اوتوميشن مثلا فمش كون يخدم داتا ساينتست يستعمل سيلينيوم مثلا تو سكراب داتا فروم مثلا ويب سايت وينجم مثلا يعمل بهم داشبوردز ولا يعمل بهم عشان ماشين ليرنينج الجوريثم ولا اللي هو يعني اتس فيري فيري انتريستينغ سيلينيوم از ا تول. فما زاد روبوت فريم ورك زاد كيف كيف اتس فيري انتريستينغ and فما other tool اسمه Appium يظهر لي حاجة هكية it's for mobile testing ولا Appium for mobile testing وفما robot framework زادا معناتها لي concurrent تاع Selenium ولا so basically هذي آخر حاجة وبيان سور معناتها الكوميونيكيشن والريبورتينغ سكيلز خاطر باش تدخل في ديبا مع ديفلوبرز وبروجكت مانجر وانت ديما الكيو از كواليتي اشورنس كونسلتنت باش يخزروا لك ان انت تعطل في البروجكت وكل شيء سو اتس غانا معناتها هيفي معناتها كوميونيكيشن سكيلز يلزمك باش تقنع على الديفلوبرز والتيم اللي معاك اللي معناتها اتس ان بوينت معناتها تو ريفيو البرج هذيك اللي انت حاطته. That's it for the presentation. Thank you very much. Nash, can I ask you any questions, Shabib? Monsieur Mohamed. Yep. Okay. Bonjour. Quelles sont les étapes d'un cycle de vie, processus de mise en œuvre d'un cycle validation logiciel? B. Quelle est la méthode agile, lean, déploiement de projet? Ok. Comment accéder à l'implémentation? À l'intégration d'un logiciel dans le cadre complet de processus développement logiciel. Ok. B. Est-ce qu'on peut optimiser les démarches du processus de mieux? Ok. Comment rédiger un rapport d'audit? Wow, it's advanced trial question. حق يحبوا لهم شوية وقت.
باش جست هكا باش نعطي معناتها بغيف بالحاجات اللي نجم نجاوب عليهم غابيدمون. سي محمد ويل تيك معناتها يور كويستشنز وان شاء الله معناتها نعمل لهم انذر سيشن كان ما كانش الوقت خاطر وي شود ليف ات 7:30. كيل سون لي زيتا بي جست ام غانا سنيك هكا وان كويستشنز. Est-ce qu'on peut optimiser les démarches? Oui, bien sûr, on peut optimiser les démarches. Just matter of antiism, our haja. For example, for the Scrum framework, مثلا, أنا كنت ديما الأهم حاجة. أنا كنت معناتها you deliver the most important stuff for the clients. For example, أنا فش نصنع banking application, مثلا نحب نعمل فيها risk, مثلا credit, ما عادش أنا credit scoring, for example. وعندي party أخرى متاع ما عادش أنا SMS تاع sending SMS. The client متاعه بالنسبة لي أنا priority متاعه اللي هو credit scoring. So أنا معناتها deliver the most important stuff. تو معناتها تو فويد معناتها باش ناخذ برشا وقت. سو هذه معناتها من اسهل الحاجات اللي نجم نعملو اوبتمايزينغ اوبتمايز. فور اكزامبل انذر اكزامبل انت مثلا باش تيست اون عشان انت يو غانا تيست اون كروم و ايدج فور اكزامبل تنجم فور اكزامبل تستعمل معناتها واحد منهم على خاطر اذا they are using the same مثلا web engine. So معناتها زي باش تخسر وقت برشا وقت باش تستي على edge وكرام و the same معناتها engine. So basically معناتها باش تلقى difference ما بينت لي دو سي كازيمون امبوسيبل. So هذه حاجات معناتها instead of doing everything معناتها على معناتها with everything every detail لي تشوف معناتها الفم الحاجات كما ذكرت يعني تنجم تتبع البريوريتي نتاع الكلاينت نتاعك تنجم تشوف شنو هي السيميلاريتيز نتاع الديفايسز ولا التكنولوجي وتخدم حاجه بركه منهم تنجم مثلا تعمل سكونابيل الماتريس كي فيها معناتها الحاجات الكومون وتحاول معناتها تعمل تيستينغ معناتها سيناريو وي تنجم تعمل معناتها تيستينغ سيناريو باش كيما نقولوا نحنا تو كفر معناتها اكثر كيسز تو فوا مثلا انا باش نتستي ما نعرفش اوثنتيكيشن وذ فور اكزامبل معناتها نحب ان نتستي عندي application فيها some filters for example فلتري على حاجة معينة عشان فلتري على parameter معين instead باش تجرب لي كومبينيزون بوسيبل الكل نتاع الفلتر هذاك اللي تاخذ مثلا البلي معناتها نمبر يعني الاكثر نمبر ينجم مثلا يكوفري لك لو ماكسيموم بوسيبل نتاع ستيبس به ok, bonjour, est-ce que vous pouvez partager vos contacts? Oui, tout ça, tout de suite. Just, je vais vous donner la page Facebook page interne, qui est GDG Bizerte. Voilà, تلقى فيها معناتها لي زانفورماسيون تاعنا الكل. Sinon, le website نتاع GDG, زاد نجم تعمل عليه تلا. And that's it. Beh, ok, c'est Mohamed. Sinon, n'écho mes questions. Je vais les prendre en note. Just, to host another session in detail. On peut partager, معناتها, les points, les حكيت عليهم, أكثر details. Ok, so thank you again, guys. يعطيكم الصحة على الحضور نتاعكم. وإن شاء الله في سيشن أخرين نعملوا حاجة more advanced in detail أكثر. يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة عايشكم. أغفر. باي باي.